العربية دي 740 موديل 2007 4000 سي سي. العربية دي كانت بيطلب فيها حوالي 600، دلوقتي بيطلب فيها من 350 لحد 370 75 كده في المبلغ، يعني نزل الثمن حوالي 150 ألف جنيه. لا استقلالها عالي دي، يعني مش أي حد يقدر يركبها، لازم طبقة عالية يعني من الناس، بس نازلة من ثمنها حوالي من 150 ل 200 ألف. فيها بعض الأجزاء رش على موديلها عشان موديلها 2007، عشان قديمة شوية يعني مش 2015 أو 16، بس العربية حالتها حلوة، دي مرور الشروق وفيها رخصة سنة.